السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نحكي عن دولة مهمة جدا بالنسبة للمهاجرين اللي هي السويد. معروف إن السويد من نهاية التسعينات وحتى إلى 2010 استقبلت كمية كبيرة من وعدد كبير من المهاجرين من كل دول العالم. الآن طبعا الهجرة إلى هذه الدولة أصبحت أكثر صعوبة، لأنه المواطنين الأصليين لهذه الدولة السويديين صار يحسوا بأنه عدد المهاجرين أصبح يشكل عبء على دافعي الضرائب، وأيضا عبء على هذه الدولة، لأنه كثير من هؤلاء المهاجرين يأتون لا يعرفون اللغة ولا ولديهم ثقافات مختلفة، وبالتالي انخراطهم في المجتمع يكون في صعوبة في البداية، وعلى الدولة أن تقوم برعايتهم حتى ينخرطوا تدريجيا في المجتمع السويدي. وأيضا هناك في أحزاب يمينية تعارض بشدة وجود مثل هؤلاء المهاجرين، وبالتالي هناك في ما يسمى ب العنصرية الغير واضحة في هذا المجتمع تجاه كل مهاجر. هذا طبعا ما يقوله الأشخاص الموجودين على أرض السويد، إنه في نوع من العنصرية، ويعني على الرغم انه الحكومة تحاول بشتى الطرق مواجهة مثل هذه الظاهرة في المجتمع، وتأمين الحماية للمهاجرين من كل دول العالم. عدد المهاجرين في هذه الدولة يصل الى 2,400,000 نسمة، ويعني زي ما حكيت انه تقريبا ربع سكان السويد. الان الشخص القادم الى هذه الدوله كمهاجر يتلقى العنايه الاوليه من قبل الدوله، ولا يواجه كثير من الصعوبات في البدايه، الا انه يجب عليه تدريجيا ان ينخرط في المجتمع، يتعلم اللغه، ويبدأ يبحث عن عمل، لأنه هذه الدولة كما سنلاحظ من المعلومات اللاحقة بأنه تعتمد هذه الدولة على تحصيل الضرائب من العاملين وتقديم خدمات لكل فئات المجتمع. استقبال المهاجرين إلى السويد ليس فقط وضع إنساني أو حالة إنسانية، وإنما يتعلق بأنه كما ذكرت في فيديو سابق عن ما يسمى أو تحت مسمى أوروبا تنقرض، بأنه هناك تناقص في أعداد الولادات في هذه الدولة كما هو الحال في كل الدول الأوروبية، وأوروبا دائما يطلق عليها اسم أوروبا العجوز. لهذا السبب يحاولون بشدة في كل الدول الأوروبية ومنها السويد تعويض هذا النقص في أعداد السكان بالمهاجرين، ولديهم دائما أمل بأن المهاجر القادم إلى السويد آجلا أم عاجلا ينخرط، سوف ينخرط في المجتمع ويصبح إلى حد ما سويديا، ودائما يركز على الأطفال في هذا الجانب. الآن لفهم طبيعة الحياة ومستواها في السويد نأتي إلى موضوع الحد الأدنى لحياة شخص في هذه الدولة لمدة شهر. الحد الأدنى حتى يعيش حياة كريمة، ليس بغنى وبفخامة وليس بفقر، وإنما في الوضع المتوسط. يحتاج الشخص لشهر واحد في السويد، شخص مصاريف شخصية ما يعادل
9260 كرونة، والكرونة هي عملة البلد، أي ما يعادل 1061 دولار بدون أجار بيت. 1061 دولار. إذن كل 8 كرونة و70 قرش تعادل، يعني أجزاء من الكرونة، كل 78 تعادل 1 دولار. إذن أعيد مرة أخرى، الحد الأدنى لحياة الشخص في السويد لمدة الشهر هي 9260 كرونة. في التصريف يعني الآن تقريبا هذا المبلغ يعادل 1061 دولار بدون أجار بيت. وأنا دائما يعني أنبه إلى أنه عندما أذكر أي رقم في موضوع يعني الحد الأدنى لحياة شخص معين أو عائلة معينة، أقصد حياة كريمة. وعندما يهاجر شخص إلى أي دولة هو يبحث أصلا عن يعني حياة كريمة له ولعائلته، وبالتالي أنا لا أتحدث عن شخص يعني يهاجر لأغراض جمع المال ويضغط على نفسه ليعيش في ظروف صعبة حتى يعني يجمع المال ويحولها إلى يعني أقاربه وعائلته في بلده. أنا أتكلم عن شخص سوف يعيش في السويد وسوف يعيش حياة كريمة، إذن يحتاج 9260 كرونة، أي ما يعادل 1061 مرة أخرى. الحد الأدنى لحياة عائلة شهر في السويد مكون من 4 أشخاص بدون أجار بيت حوالي 34,000 كرونة، 34,530 كرونة، 34,530 كرونة، أي ما يعادل 3,955 دولار، 3,955 دولار، 4 أشخاص. أجار السكن شقة غرفة واحدة، غرفة واحدة، أنا ما بحكي الآن عن استوديو، في مركز المدينة تحتاج، وأنا بحكي عن العاصمة اللي هي ستوكهولم، تقريبا أجار متوسط الأجار هناك غرفة واحدة، شقة بغرفة واحدة 12,570 كرونة، أي ما يعادل 1,439 دولار. خارج مركز المدينة، الآن دائما في المدن الأوروبية كل ما كنت قريبا من مركز المدينة كل ما كان السعر أغلى. خارج مركز المدينة يعني بعيد عن المركز، الآن سعرها مثل هذه الشقة اللي هي غرفة واحدة ينخفض قليلا إلى 9,272 كرونة، أي ما يعادل 1,062 دولار. موضوع تشتري شقة في السويد أمر صعب جدا، لأنه أجار العقارات، عفوا سعر العقارات للشراء مرتفع للغاية. مثلا في مركز المدينة سعر المتر الواحد في ستوكهولم حوالي 11,233 دولار، المتر الواحد في شقة، أي ما يعادل 98 كرونة، 98,000 كرونة، 11,233 دولار للمتر المربع الواحد في شقة، أي ما يعادل 98,074 كرونة. وخارج مركز المدينة يعني السعر المتر المربع أيضا، سعر المتر المربع للشراء في شقة يعني مثلا شقة سوف ينخفض إلى 6,759 دولار، أي ما يعادل 59,000 كرونة. تقريبا 90% إلى 95% من المهاجرين إلى هذه الدولة لا يستطيع شراء بيت أو شراء شقة، و 90% منهم يعني مستأجرين، والأجارات كما تلاحظون يعني مرتفعة. وهناك أماكن خاصة، ليس خاصة يعني أماكن تكتظ بالمهاجرين لأنه رخيصة الثمن. ووجدت يعني الدراسات بأنه يعني سأذكرها لاحقا إذا بقي من الوقت معي، يعني أنا بديش أطول عليكم في الفيديو، ولكن مثل
هذه المواضيع تحتاج إلى تفصيل قليلا. يعني وجدت الدراسة بأنه المواطن السويدي الأصل يميل إلى الاقتراض دائما ويعاني بشدة من يعني دفع أقساط هذه القروض، وهو يقترض يعني شراء سيارة، شراء بيت إلى آخره. لكن المهاجر معظم اقتراضاته لأغراض شراء تليفون، لأغراض شراء إلكترونيات، تلفزيون إلى آخره، اقتراضاته بسيطة. ووجدت الدراسة بأنه يعني تحويلات المهاجرين إلى خارج هذه الدولة تصل بمعدلها في السنة إلى 8 مليار دولار سنويا. 8 مليار، أي ما يعادل تقريبا يعني حوالي 333 دولار شهري. يعني هناك قدرة وقابلية للمهاجر للادخار، لأنه يعني وصل إلى هذه البلد بثقافة مختلفة لا تعتمد على الاستهلاك العالي كما هو الحال بالنسبة للمواطن السويدي، وبالتالي ويدخر دائما يعني زي ما بيقولوا في المخدة، ولا يضع أمواله في الحسابات البنكية. وبالتالي هذا الرقم يعني يعتبر كمان غير دقيق، مبني على الإيش؟ مبني على الحوالات. متوسط الرواتب الشهرية في هذه الدولة بعد الضرائب، يعني بعد ما يدفع المواطن الضرائب، متوسط الرواتب الشهرية بالدولار يصل إلى 3233 دولار. بالكورونا تقريبا 28229 كورونا، 28229 كورونا، أي ما يعادل 32 أو عفوا ما يعادل 3233 دولار. كما ذكرت يعني هذه الدولة تعتمد على الضرائب، وضرائب في هذه الدولة متوسطها يصل إلى 30% من دخل المواطن الشهري. يعني تقريبا إذا أنت بتحصل على راتب 3000 دولار في الشهر، الحكومة سوف تحصل منك تقريبا حوالي 1000 دولار، ويبقى لديك 2000 دولار المبلغ الصافي من الراتب الذي تأخذه إلى بيتك. الآن نيجي إلى بعض يعني أسعار الأشياء الموجودة في السويد لتأخذ فكرة. الأكل في مطعم شخص واحد، يعني مطعم مش غالي، يعني مطعم عادي بسيط لشخص واحد، وجبة مثلا 13 دولار و70 سنت. شخصين في مطعم يعني متوسط الغلاء، يعني بديكور معين بأجواء معينة، لشخصين تقريبا 91 دولار بتكلف الوجبة لشخصين. والوجبة يعني أنا بقصد فيها يعني طعام الغداء كامل متكامل. مثلا وجبة في المكدونالدز لشخص واحد تكلف 9 دولار. الكابوتشينو مثلا في موضوع القهوة اللي هي 4.5 دولار. الحليب 1 لتر دولار و30 سنت. أيضا يعني رز أبيض 1 كيلوغرام 3 دولار. بيض 12 بيضة 3 دولار ونص. جبنة محلية 1 كيلوغرام تقريبا 10 دولار. دجاج فيليه 1 كيلوغرام 12 دولار. لحم بقر 1 كيلوغرام 19 دولار. تفاح مثلا 1 كيلوغرام 3.35 سنت، 3 دولار و35 سنت. موز 1 كيلوغرام 2 دولار و70 سنت. برتقال 1 كيلوغرام 3 دولار. بندورة مثلا 1 كيلوغرام تقريبا حوالي 4 دولار، 3 دولار و80 سنت تحديدا. بطاطا 1 كيلوغرام مثلا 1 دولار و33 سنت. بصل 1 كيلوغرام 1 دولار و63 سنت. وماء لتر ونص 1 دولار و83 سنت. وسجائر مثلا مالبورو تصل إلى 7 دولار ونص، 7 دولار ونص الباكيت الواحد.
الآن نأتي إلى موضوع المواصلات العامة. تذكرة باتجاه واحد في الباص أو في المترو إلى آخره تصل إلى 4 دولار و35 سنت شهري. إذا بدك تأخذ مثلا بطاقة لاستخدام المواصلات العامة بتكلف تقريبا الكرت أو البطاقة هذه تكلف تقريبا 107 دولار 107 دولارات. تاكسي فتعدى تقريبا 5 دولارات و15 سنت هذا فتعداد، هذا أقل قيمة طبعا. كل كيلو متر في التاكسي بكلف تقريبا $1.58 كل كيلو متر مقطوع في التاكسي بكلف دولار تقريبا و58 سنت. البنزين 1 لتر طبعا هذه القيم قد تصعد وتنخفض ولكن بنسب يعني طبعا نسب متفاوتة ولكن يعني ما بتكون كبيرة. البنزين 1 لتر تقريبا $1.67 سعر السيارة الآن للشراء مثلا خذ على سبيل المثال تويوتا كارولا وما يعادلها طبعا سعة المحرك 1400 تويوتا كارولا وما يعادلها طبعا جديدة تقريبا بتكلف 27 ألف دولار 26 ألف دولار و821 26 ألف و821 دولار. وأي سيارة بهذا يعني المستوى تقريبا بتكلف هذا المبلغ. نأتي إلى أسعار الكهرباء والتدفئة والتبريد والماء وبدل نقل النفايات. لشقة مثلا 85 متر مربع بده يدفع صاحب هذه الشقة تقريبا 92 دولار شهريا. المواصلات مثلا الاتصالات الدقيقة الواحدة اتصال موبايل بده يدفع 18 سنت دقيقة واحدة. الانترنت سرعة 60 ميجا بايت لكل ثانية مع داونلود غير محدود كيبل او اي دي اس ال بده يدفع 31 دولار تقريبا 32 دولار شهريا. مثلا بده يدخل الى السينما تذكر السينما تصل الى حوالي 15 دولار. الملابس والاحذية مثلا جينز ليفايس 108 دولار بنطلون مثلا. إذا بدك قطعة صيفية من زارة مثلا تصل إلى 45 دولار. يعني هذا طبعا احتمال يكون يعني أسعار عالمية، خذ مثلا زارة في كل دول العالم نفس الأسعار تقريبا. حذاء رياضي مثلا نايك 111 دولار حذاء جلد يعني رسمي مثلا للعمل 151 دولار. يعني لماذا أسرد كل هذه التفاصيل؟ حتى يعلم الشخص بأنه يعني الحكومة عندما تصل أنت كمهاجر إلى هذه الدولة هي يعني إذا كان لديها اهتمام بك قد ترعاك في البداية، ولكن عندما تعمل يجب عليك أنه يعني أنت تقوم بدفع هذه التكاليف لوحدك. ودائماً يعني الحكومة تحث المهاجرين على التعلم والاجتهاد، لأنه كما ذكرت هذه الدولة تعتمد على الضرائب، هي تريد منك أن تعمل وتدفع ضرائب لمساعدة ناس آخرين. ودائما يعني إذا بدنا نقسم إحنا تكاليف أو التكاليف اللي بيدفعها الشخص في هذه الدولة، على الملابس بيدفع تقريبا 15% من راتبه، المواصلات تقريبا 12%، والأكل والشرب 29% و2% وللسكن بيدفع 31% و1%. المجموع تقريبا حوالي يصل إلى تقريبا يعني 87.3%. هذه هي أهم تقسيمات، والباقي يعني للرياضة والترفيه وبدل المثقفات والمطاعم تقريبا 12% و7%.
كما ذكرت يعني هناك مناطق رخيصة يسكن بها المهاجرين، أجرة الشقة غرفة واحدة تصل إلى 700 دولار، 700 600 دولار، وتكتظ بالمهاجرين. يعني إذا كان لديك سيارة، مصاريف السيارة مع ضرائب الطرقات، في بعض الطرقات يعني لازم تدفع على استخدامها، تصل إلى 300 دولار شهريا. يعني هنا المهاجرين يذكرون بأنه الأكل لشخص واحد يكلف بين 300 إلى 500 دولار شهري. وأنا لما ذكرت أنه الحد الأدنى لحياة شخص، أنا مرة أخرى أعيد وأكرر أنه الحد الأدنى لحياة متوسطة فيها نوع من الكرامة. لكن عندما نقول بأنه الشخص، يعني هناك قد يعني يوجد شخص ما في السويد يقول لك أنا بستطيع أن أعيش ب 200 دولار، ولكن هل يعني حياة هذا الشخص تكون مريحة؟ طبعا لا. إذا نتكلم عن متوسط الحياة، لكن هنا في يعني بين المهاجرين أشخاص، وطبعا ليس واحد وليس اثنان، عدد كبير يقول بأنه يعني للأكل والشرب تحتاج بين 300 و 500 دولار، وطول قصر بيدك. كثير من أهل السويد داخلين كما ذكرت بديون بيوت وسيارات وعقارات إلى آخره. المهاجر أكثر قدرة على التوفير، لأنه يعني خارج من ثقافة أخرى تعتمد على يعني الاحتفاظ بالمال ل يعني تعليم الأطفال، ول يعني تأمين حياة كريمة للأطفال، وبالتالي يحاولون الادخار بشدة. ودائما يعني فيه يعني في ظاهرة بأنه الشخص المهاجر يعني لديه دائما قدرة على التوفير والاحتفاظ بالمال أكثر من المواطن الأصلي. المتحدثة باسم يعني مؤسسة الآباء السويديين تقول بأنه الكثير لا يستطيعون الذهاب إلى طبيب خاص، لأن ذلك يحتاج إلى ادخار المال، والكثير من الآباء السويديون يعانون من صدمات نفسية إذا أصبح لديهم يعني ولد ثاني وهو بحاجة إلى ملابس وربما الموبايل أو حاسوب وغير ذلك، ويجب عليه الكفاح لتوفير ذلك، يعني على الأب الكفاح لتوفير ذلك. الأسبوع الماضي يعني هذه المرأة قابلت امرأة أخرى، يعني هذه المرأة تقول لا تستطيع شراء نظارات، والضمان الاجتماعي محدود الدعم لمن يعمل فعليا ولديه عمل وراتب. إذا الدعم محدود لمن يعمل فعليا ولديه عمل وراتب. امرأة سويدية لا تستطيع شراء نظارات، والضمان الاجتماعي لا يوفر لها مثل هذه الخدمة. هناك يعني أنا كما ذكرت يعني في بعض العنصرية، إذا تعرفت على بنت سويدية وبدك تتزوج، يعني مثلا كنت أنت سياحة في هذا البلد وتعرفت على بنت سويدية تريد الزواج منها، لازم ترجعها إلى بلدك وتتزوجها وتعود إلى السويد، وبعد 3 سنوات بعد الزواج تأخذ الجنسية السويدية. بهذا أنهي هذا الفيديو، يعني هذه إن شاء الله المعلومات تكون مفيدة للي بيبحث عن معلومات عن السويد أو يريد الهجرة إلى هذه الدولة أو حتى موجود في هذه الدولة. راح يكون إلي في فيديوهات لاحقة أيضا عن السويد، وإن شاء الله يعني كما وعدتكم إنه يعني راح يكون في فيديوهات عن كل الدول الأوروبية، مستوى الحياة في هذه الدول، ما يميزها وما هي مساوئ الحياة وإيجابيات الحياة في كل دولة من هذه الدول. على أمل يعني اللقاء فيكم في فيديو لاحق. أرجو تفعيل الجرس والاشتراك في القناة، ويعني وضع لايك وتشير هذه يعني هذا الفيديو
إلى الأصدقاء عندكم، وألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.